بص يا باشمهندس، في نقطة كويسة برضه. العمود ده الرياكشن بتاعه، بص كده انت برضه تخاف شوية، هو عامل لك تحته ايه؟ سبرينج. فهو كده فهم العمود ده ان الرياكشن بتاعه يروح فين؟ للسويل مين؟ دايركت. انما المفروض الحمل بتاعنا يروح على ايه؟ على الرفت، وبعد كده الرفت مين؟ للسويل. فلازم يتحول. احنا قلنا البرنامج ما بيفهمش النقط غير فين؟ غير فين يا باشمهندس؟ على الخطوط بتاعت فنية تلمت اللي هي النقط دي، يعني البلاطة هنا وهنا وهنا وهنا. وطبعا ده ما نزلش عند النقط دي بسبب ايه؟ ان احنا عملنا تقسيم، زودنا ايه؟ ابعاد البلاطه. طب احل المشكله دي ازاي؟ ممكن اروح جاي جايب النقطه دي مع البلاطه اللي موجود فيها، ماشي؟ النقطه مع البلاطه اللي موجود فيها اهو، البلاطه والنقطه، ماشي؟ واقول له ايديت، ايديت اريا، اقول له ايه؟ ديفايد. بس اقول له ديفايد قد ايه يا جماعه؟ اد سيلكتد ايه؟ بوينت ايه؟ اوبجكت. يعني ايه اقسمها لها عند سيلكتد بوينت؟ يعني اقسم لي المساحه دي عند النقطه اللي انا اخترت لك عندها. فعمل لي تقسيم، زود لي التقسيم اكتر بتاع البلاطه، وامسك بقى النقطه دي جوينت دي، ابدا اعمل لها ايه؟ اديها لي السبرنج ايه؟ وانت او تسيبها بالسبرنج عادي مش مشكله. عايز ترجع بقى تبقى بدقه اكتر تعمل ايه؟ شوف النقطه دي شايله مساحه قد ايه؟ شايله قد ايه؟ من هنا ده كان نص متر، يبقى شايله ربع وربع، يبقى نص وربع وربع، نص ولا ايه؟ لا دي احنا كنا نص متر، مش دي نص متر. يبقى دي ربع، يبقى شايله تم، يعني شايله ربع وربع، ربع في ربع، ربع في ربع، شايله ربع في ربع. يبقى راح جاي راح برضه ايه على باقي الاعمده، عشان برضه ايه يبقى في دقه اكتر في الحل. هنا وهنا لا برضه نعمل ايه؟ ده علينا ونقول كل حاجه. وهنا وهنا ده مع ده، فين تاني؟ وهكذا بقى مع باقي العدد كده يا باشمهندس. احنا قسمنا ايه؟ لو انت عايز تشيك اكتر كنت ممكن ترجع تمسك النقط دي كلها وتعمل لها ايه؟ تعرفها تاني من اول وجديد، ماشي؟ بس احنا خلاص مظبطين السبرنجز، وبس الفكره ان ده هيبقى شايله قد ايه؟ نقطه زي دي شايله كام؟ ربع في ربع، بعد ما دي كانت شايله كام؟ نص في نص. هي بس ده الاختلاف. تبدا تمسكهم كلهم وتعمل له ايه؟ ريبليس كام في كام؟ ربع في ربع. ربع يعني طبنا يمين وشمال، يبقى ربع. يعني مش فارقه قوي يعني. بس يا باشمهندسين كل اللي عليه اعمل له ايه؟ اساين، اقول له جوينت، اقول له يا جماعه سبرينج خليها كام في كام دي؟ اقول له ده كام؟ 100 في 200 في ربع في كام؟ ربع في ربع. قول له ريبليس اهم حاجه، قول له ايه؟ اوكي كده يبقى احنا ايه ظبطنا ايه الشغل بتاعنا بتاع ده برضه ايه حلينا المشكله.